سلوى عثمان هتقول لجعفر على السر، وبلال شامة والعمدة هيبقوا صحاب، ومفاجآت غير متوقعة. سلوى عثمان أخيراً هتقول لجعفر إن سيف ابنه اللي بيدور عليه طول السنين اللي فاتت وكان في إيده وهو مش حاسس، من كتر ما تعب نفسه بالتدوير على ابنه مركز إن ممكن يكون واقف جنبه. وتشتت محمد رمضان زاد لما قال لأمه الملكة صفصف إن سيف ممكن يكون ابني، بس طبعاً الملكة ما قالتلوش اعمل دي إن إيه عشان تتأكد، ونصحته يشيل الأفكار الغريبة دي من دماغه، وإن شوقه لابنه ما ينفعش يخليه يتخيل إن سيف هو ابنه الحقيقي. لحد ما هتيجي سلوى عثمان اللي بتلعب دور خالد سيف، وهتحكي لجعفر العمدة كل حاجة، وتقوله إن سيف يبقى ابنه، ولبنى ونس اللي ربته طول السنين اللي فاتت كانت بتراعيه وتخلي بالها منه، وما قدرتش تقول لجعفر علشان خافت على سيف إن جعفر ياخده منها ويروح يعيش معاه وينساها وهي ملهاش غيره في الدنيا. ولبنى ونس ما كانتش راضية تقول لجعفر طول السنين دي، بس كان نفسها تقوله وهي خلاص بتموت إن سيف يبقى ابنه، لكن القدر كان ليه رأي تاني. وهتكمل حكايتها أختها الفنانة سلوى عثمان، وهتحكي السر اللي اتدفن مع لبنى ونس وتريح قلب جعفر اللي بيدور عليه بقاله 19 سنة، وحلم حياته بس إن يعرف قبره فين، ولما عرف إنه لسه عايش روحه ردت فيه وبقى زي المجنون. بس أول ما خرج من البيت دسته عربية وافتكر إنه مات، لكن المفاجأة إنه فضل عايش وبيفكر يحكي هو لجعفر على السر اللي هو مين قاله يخطف ابنه، وفعلا هيعمل ده عشان يريح جعفر بعد كل السنين دي، وهيقوله إن دلال هي اللي ورا الموضوع. جعفر مش هيصدق وهيتصدم صدمة عمره، علشان عرف إن حبيبته هي سبب شقاه كل السنين دي، هي اللي سابته هو وسوريا يتعذب، لكن قدامهم كانت بتحضنه وتقوله معلش وتطمنه إنها هتتعدل. أحداث جعفر العمدة في الفترة الأخيرة بقت مليانة مفاجآت، لأن عايدة كانت نفسها تحافظ على الجنين لما عرفت إنها حامل، بس دلال خدت الخبر وسلطت عليها ناس يضربوها في بطنها لحد ما سقطت. وداد بعد ما اتجوزت شوقي قالت له ان نفسها تخلف منه، لكن شوقي قال لها انها نمرة وخلصت، وطردها من بيته بقميص النوم، وقال لها انه خلاص استكفى منها بعد ما زل سيد اكبر واحد في عيلة العمدة. بس يا ترى الاحداث الجاية في المسلسل هيبقى فيها مفاجآت تانية؟